السلام عليكم. زار وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بن العريبي إذن زار ملعب دويرة ملعب علي عمار ووقف على الأشغال المتواصلة اللي قبل الإتمام تاع والافتتاح تاع الملعب. فيه أشغال كثيرة تتعلق بالوسائل تاع التحكم في الملعب والوسائل تاع الأمنية والنظام تاع التسيير بصفة عامة، واللي هذه كل هذه الأنظمة اللي شفناها في ملعب دويرة إذن يجري الحال حاليا تهيئتها وإتمامها بالموازاة كذلك مع الأشغال نتاع التهيئة الخارجية اللي يعني تمت بمواصفات عالمية أو باحترافية كبيرة. وهذا هو الأمر اللي كنا نناشد ونطالب به، يعني عملية نتاع التهيئة تكون في المستوى بالمعايير العالمية. والملاحظ كذلك أنه تم وضع لافتات إشهارية في الملعب بالألوان نتاع فريق مولودية الجزائر. إذن بالمناسبة أهنئ فريق المولودية بحصوله على كأس الجزائر. إذن فيه عمل كبير اندار يعني في حول الملعب تاع دويرة. نترككم تتابعون إذن الزيارة نتاع وزير السكن والعمران إلى موقع إذن الملعب. السلام عليكم.